انا سعفان بيه كان بيقول لك ايه وانتوا بترقصوا؟ بيكلمني في السياسة. قالكيش حاجة عني؟ قال لي انه مبسوط منك. امتى بقى هيرقيني ويزود مرتبي للمية جنيه زي ما وعدني؟ وحياتك يا هناء، الراجل ده احنا مديونين له بكتير، خليكي لطيفة معاه، ده ممكن يوصلني لبعيد، بعيد قوي. كاس واحد مش هيعمل حاجة عشان خاطري. أنا أول ما شفتك ومن ساعتها مش قادر أنساكي. أنا ما بطلبش منك تحبيني، كل اللي بطلبه إنك تسيبيني أحبك، وأوعدك إنك مش هتشوفي معايا أيام وحشة أبدا. ضخمة وإخلاص في العمل وتفانيه فيه لم يكن وليد لحظة، فهو طموح مالك هنا منذ البداية. عندي عمل بالشركة معلش، كلها نص ساعة ونقوم وتبوأ مركزا وراء مركز. ما يصحش بفضل دأبه المستمر. حاسة إني تعبانة أوي ونشاطه. هاخد العربية وبأرجع. أنت بتكسر رؤسائه له. وهكذا أيها السادة، رأيت واجبا علي أمام هذا الجهد الكبير الذي قام به الأستاذ كمال أن أوجه إليه الشكر على ما قام به من خدمات جليلة للشركة، وشكرا. من فضلك. نعم يا ست هانا. هو الأستاذ أحمد فؤاد موجود؟ موجود يا ست هانا. طب لو سمحت ندهولي. حاضر. خير يا هناء؟ أبدا، حسيت إني عايزة أشوفك. جيت لك كنت بتذاكر؟ يعني أقدر أعطلك على مذاكرتك شوية؟ بتسأليني؟ تعرف إن دي أول مرة أجي شارعكم من ساعة ما عزلنا؟ كان شعورك إيه؟ حسيت براحة وأمان. ليه؟ يمكن عشان رجعت الأيام زمان، أيام ما كانت الدنيا والناس وكل حاجة حلوة. ندمانة على الأيام دي هناء؟ جدا، لكن للأسف مش ممكن ترجع تاني. هناء، أنا طبعا معرفش كتير عن حياتك، معرفش أكتر من اللي أنت قلتهولي، لكن بحس في كلامك إنك عينيكي فيها حزن. ليه؟ الدنيا حلوة والناس ما وحشين. وحشين يا أحمد، ما بقوش زي زمان، بيخلوك تعمل اللي انت مش راضي عنه. ايه اللي انت مش راضي عنه؟ يلا بينا يا أحمد.
هي الناس ورانا ورانا. معلش نفسي اهرب معاي، اهرب بعيد عن الناس. ايه اللي حصل يا هناء؟ اتاخرت ليه لحد دلوقتي؟ رحت اشم شويه هوا. عمري نام يا دادا؟ من بدري يا ست. تعرفي ان الناس كلها لاحظت لما سبت الحفله ومشيتي؟ ما بقتش عارف اقول لهم ايه. لازم تشوفي الموظفين اتغيروا ازاي بعد ما ترقيت من كمال افندي بقيت كمال بيه. كمان شويه كنت هبقى كمال باشا. على فكره مش واجب برضه نعزم سعفان بيه عندنا في البيت؟ انت مش وصلت اللي انت عايزه. لازمته ايه بقى نعزمه في البيت عندنا؟ ما هو مش معقول ما نردلوش الجميل يا هناء. ومش معقول كمان هقعد ل 24 ساعه جامل في سعفان بيه بتاعك. ده اقل ما يجب يا حبيبتي. الراجل اكرمنا في الحفله، لازم نكرمه في بيتنا. انا قرفت بقى لا عايزه اتكرم ولا اكرم، سيبني نام. ظاهر ان اعصابك تعبانه. تصبح على خير. اخفى عليكي بقى تقعدي المده دي كلها وما تساليش عني. اعذريني يا سميحه، اصل انشغلت شوي. لازم مع اللي كنتي معاه ليله راس السنه. جو جديد؟ مين؟ أحمد. دي كانت حتة بوسة يا بنتي، ولا بوسة إيف مونتان لبريجيت برضو. ها وبيشتغل بقى ولا واد من مرايشين؟ لا لسه ما اشتغلش، هو في نهائي كلية الطب. يا حلاوة، قميل قوي، تلميذ يعني. قرب يتخرج ولا ما يتخرجش؟ هو اتحلوة وخلاص. والنبي ده انا كنت خايفه لا جوزك ولا سعفان يشوفوكي، كانت تبقى مصيبه. يا ريت، عشان كنت اخلص من الاثنين. ايه اللي حصل؟ ابو حميد يخليكي تقلبي على الجوز كده؟ خلاص يا سميحه، ما بقتش قادره استحمل. حاسه اني بمثل ال 24 ساعه. نفسي ارجع طبيعيه زي زمان. لا وحياه ابوكي، مش عايزين خراب البيوت ده. خليكي زي ما انتي، مرات كمال بيه وصديقة سعفان بيه، وحبي بعد كده اللي على كيفك. تحب احمد، تحب علي، يا رب تحب ابو زيد. المهم ان حبك ده ما يكونش له تأثير على النعمة اللي احنا فيها دي. على فكرة انتي ليكي 50 جنيه بقيت حساب. بقول ايه؟ ايه؟ ممكن تسلفيني وافتح شقتك؟ اخ يا روحي، لذيذ قوي حب التلاميذ ده. هاتي. صاحبتك دي تفضل مسافرة على طول. يا ريتها يا أحمد، على الأقل نفضل نتقابل بعيد عن الناس. أحسن. كنت لما بشوفك زمان أحلى منك مراتي وعايشة معايا في بيت واحد. شوف الدنيا. تمر السنين ونتقابل سرقة في شقة مش بتاعتنا. يا ترى لسه بتحلم زي زمان؟ أيوه. صحيح يا حمد، صحيح. يعني ترضى تتجوز واحدة متطلقة؟